أخبار مش سعيدة. كل يوم نحب نحكي لكم على الأخبار باش ما يفوتكم حتى شيء لهنا في ساعة سعيدة حتى نص النهار، ونحكي على الأخبار السعيدة والأخبار المش سعيدة. باش تحب نبدأ يا جعفور؟ مش سعيدة. نبدأ بالأخبار المش سعيدة. أخبار مش سعيدة. الحقيقة أخبار مش سعيد وأخبار غريب على الأخر. نحكي على أخبار يجينا من منوبة، وين يتم الاحتفاظ بوليد استولى على أموال والده، اسمه زاد مليح الرقم، الأموال مقدرة ب 120 ألف دينار. كيف صارت الحكاية وكيف تكشف الوليد هو هذا الغريب، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل من بعد شوية. النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في منوبة أذنت لأعوان الأمن الوطني بالجديدة بالاحتفاظ بوليد عمره 15 عام للاشتباه في استيلائه على مبلغ مالي قدره 120 ألف دينار. الغريب أنه طبعا العملية متاع السرق وأنه سرق بوه، لكن كيف صارت الحكاية؟ الحكاية أنه الوالد متاعه خبى المبلغ هذا في دار بوه، الوليد فيه دار جد الوليد الصغير، معناتها يمشي هو يهزهم يدفنهم في مكان ما، يحفر لهم حفره ويحط المبلغ هذاك. من بعد يمشي باش يخرج الفلوس من الحفره هذيك، يفيق به واحد في الشارع اللي هو من البربشه، يراه اللي هو قاعد ياخذ الفلوس، يعتدي عليه، ياخذ الفلوس ويهرب. هكا كيفاش تكشفت زاد العمليه. حسيلو حكايه متشعبه، كل يوم نسمع في غريبة من 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 نوع، والحكاية هذه كيف ما قلنا صاروا في منوب في جديد. منوب قول فيلم من 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 فيلم والله قول فيلم، معناتها الموجة الفيلم هذا هو الطفل اللي عمره 15 سنة، موجة 15 سنة، معناتها كيفاش ثبت في بوه حط الفلوس عند جده اليوم 120 مليون 120 ألف دينار، وكيفاش هزهم، كيفاش خباهم، وكيفاش جبد الفليسات، والسيد اللي اعتدى عليه وهز الفلوس. الموجع أكثر السيد اللي اعتدى عليه. مأساة ورا مأساة. لا عاد أنا نحكي لك، معناتها نحكي لك معناتها سبحان الله، ممكن أنا نبالغ، أنا الساعة نهز الطفل فهمني ولا ونبلغ نحكي على 120 ألف دينار. والله كي تكون 120 دينار ثم 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 لغز في الحكاية. الحقيقة اللغز في الحكاية هو ما برش الغاز الحقيقة جعفر، كما أنت قلت الموجع أن ولد يسرق بوه ساعة، هذا موجع في حد ذاته أنه يمشي ويستولى على المبلغ هذا. العملية الكل كيفاش ولد 15 سنة يمشي ويعمل حفرة ويدفنها ويمشي من بعد بشيخه منها مبلغ من المال، لكن يفيق به شكون؟ أنه حد في الشارع، نعاود نقوله مش الناس الكل اللي يخدموا في جامع القوارير راهو متهمين، كل واحد مسؤول على أفعاله، أما ذاك هو المهنة متاعه حسب الشهادات اللي وصلت، يعتدي على ولد صغير عمره 15 سنه ويسرق منه المبلغ المالي هذايا. ما نعرفش مدام سندس النويوي معنا بالتليفون مباشره باسم محكمه منوبه. السندس صباح النور. عسلامه، مرحبا بك وكل المستمعين الكرام. يعيشك بارك الله فيك. لو كان تلخص لنا اطوار القضيه ما شيء دوخ. الواقع انطلقت انه تقدم احد الاطراف قاضي منطقه جديده يتكلاري انه تعرض لسرقه من داخل المحل السكنه باستعمال التصور والخلع. سمحني باستعمال الخلع والتصور، معناها ثم تصور للدار خرج دخل للصح وخلع، معناها على اساس انه تم تكسير باللور النافذه ودخول المنزل. نعم. كي بدات الابحاث بناء على اساس انه بدات الشبهه نجم يكون حد غريب على محل السكنه. نعم. ماهوش من افراد العائله، لكن من بعد يكتشفوا انه حفيده طفل يبلغ من عمره 15 سنه هو اللي خطط وقام بالعمليه هذه. نعم. بهي دخل المنزل الجد، كما كوفر فور فيه مبلغ 120 ألف دينار. نعم. يستولي على المبلغ هذية ويخبيه في أحد الآبار في منطقة شفرو في من منطقة معتمدية جديدة. نعم. خبى الفلوس هذيك وكل مدة يمشي ياخو يعني ياخو منه مبلغ ويخلي الباقي موجود في البئر. نعم. في أحد المرات هو في المكان اللي مخبي فيه المبلغ المالي هذية. نعم. ثم شخص يتعدى صدفة مختص في جمع القوارير وغيره يشوف الطفل انه دخل البئر هذه يلبث منها مبلغ وخرج. بعد يتوجه هو للطفل هذاك
للأسف يعتدي عليه بالضرب هذي راهو حسب رواية الطفل. نعم. يعتدي على الطفل هذي بالعنف ويأخذ المبلغ المالي ويختفي على الأنظار. كي تحصل تشبع في الطفل ما كان من التعرف على الشخص هذي اللي كهل في الستينات من العمر توارينا السماعات نتاعو. قمنا إذن أجرت النيابة إذن تفتيش محل السكنة في محاولة للعثور على المبلغ المالي. للأسف ما زال متمسك بالإنذار. مبدئيا تم الاحتفاظ وانت البارح النيابة بعد ما تم عرضهم على النيابة تم الترنسيس كذلك في لمزيد البحث على من المكان المحتمل اللي نجم يكون خبى فيه الفلوس. واليوم مبدئيا تنتهي أجل الاحتفاظ وبش يتمسكوا أمام النيابة العمومية باش تشوف شنو القرار باش ناخذوا فيه. نعم أستاذ معناتها أنت بالنسبة للمبلغ ما رجعش مبدئيا ومازال الاعتماد على رواية الوليد اللي عمره 15 سنة بتباع على خطر شو ساعات هو طفل معناها معترف بال معناها معترف اللي هو ارتكب عملية السرقة وما عندناش أغراض إنه بين الطرف الثاني معناها شو الشيء مش خليه إنه يجي يتهم شخص غريب عليه بش يقوله أنت راك سرقت من عندي الفلوس وكل شيء. وإضافة اللي هو فعلا كان يعني كان حامل لأثر عنفي على مستوى القدم نتاعه. وكيسك الغيسك تاو ولا سندس معناتها قداش ينجم يتعاقب الوليد هذا اللي عمره 15 سنة خاطر سا مينور نورمالمون. هو مينور هو مبدئيا شي تم اذا كان يعني سبت شحلوا فيها تحقيق في السرقه باستعمال الخلع والتصور في محل مسكون هي من قبيل الجنايات اما باش يتم تحقيق سيد قاضي التحقيق اما تعرف بالنسبه للاطفال ثم مراعاه في العقوبات. معناها ما تنجمش تكون لازم تكون حاجه كبيره. اما البريفيليج باش يتمتع به الطفل كقاصر ماهوش باش يتمتع به الكهل الخطوه التجاره. طبعا استاذ بربي لهنا بربي لهنا توضيح خاطر احنا الناس يسمعوا فينا. انا باش نسال سؤال انا خاطر سمعت بها الحكايه باش نسال سؤال وانت صلح لي معك. ينجم ما يتعرض لحتى عقوبه طفل مبدئيا؟ لا 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 لا, لا, لا مش, مش, مش الوضعيه هذه بصفه عامه معناتها ثم الامكانيه بصفه عامه بالنسبه للمجال الطفل عطات معناها مراعاه للسن والصغر معناه ما تنجمش انت طفل تحت 18 سنه قاصر يتم تسليط نفس العقوبات. كيف وكيف هذاك علاش مثلا ساعات برشا تسمع الاقاويل انه كيفاش في براكاجات ولا غيره ما يتم ما يتمش سجنه وانما نكتفي المحكمه انها تعمل فيه مثلا تقرير بحث اجتماعي تحاول ثم تدابير اخرى بعيدا عن العقوبات السجنيه. مثلا انه تنجم تنسق مع في معنى مركز ملاحظه باش يعمل لك تقرير نفسي باش عاود ادماجه في المدرسه. معناها ديما راعيو الصغر السن ونحاولوا انه نصلحوا من الطفل هذاك باش يرجع يندمج في المجتمع نتاعو. يعني العقوبات السجنيه ماهيش باش تصلح الطفل اللي هي اللي هي بتدابير بالقانون هذه مش المحكمه مش انها دخلت. نعم لانه استاذه الحقيقه أنا في تونس ما شفتهاش ولكن شفت في بعض التقارير في يظل في فيلم يقع استغلال الأطفال في جرائم خطيرة جدا صغار وما يتعاقبوش فهمني ولا لأنهم صغار ما يتعاقبوش موجود للأسف موجود هذايا. أما حتى لو كان ثم نوع من الاستغلال أو الاتجار بهم ديما نراعيو الكل إنه هو معك هو معك. بارك الله فيك ربي يخليك وسامحنا اللي خذينا من وقتك. شكرا على التوضيح الحقيقه حادثه غريبه بصراحه حادثه غريبه على الاخر ونشكرها برشا لسند سنوين من ناقه رسميه باسم محكمه منوبه. وكما انت قلت راهو اللي قلته مهم على الاخر على خاطر زاده صغار واللي واعيين بالقانون ويعرفوا رواحهم عمرهم 15 سنه انو ريسكو ريان. مش نحكي على الحاله هذه بالضبط بصفه عامه كما العصابه نتاع المرفيت قال لك احنا صغار على خاطر صغار مش باش يتعاقبوا دونك يمشي اليوم. لازم احنا الكلنا ضد السجن للاطفال الكلنا ما فماش كلام لكن هذا ما ينفيش انه راهو لازم المعاقبه والمحاسبه. شنو هو نوع العقاب وشنو هو نوع الحساب ولازم يتطور بتطور العقليه زاد نتاع الصغار نتاع توا. لازم نلقاو حل في هذايا على خاطر ما تنجمش تكون تعيش في مجتمع تعرف اللي انت تنجم تغلط وما تحاسبش. دونك هذايا راهو خطير على الاخر على الاخر على الاخر. وهذا ابوه ينجم يسامحه مثلا ويقعد في الدار وما يصير له حتى شيء. نحكيو على النتيجه ما خلينا نرجعوا للسبب الاصلي نرجعوا للاسباب شنو اللي يخلي طفل يسرق بوه.
على زيد هذه نقطة استفهام. يراقبوا يخبي فلوس مثلاً. يعرف تربية مثلا حسنوا علاقتكمش ولا حتى لو كان حد شيء ما يبرر السرقة لا مش شيء ما يبرر أما طبيعي جدا خاطر وقتها حتى اللي يلم في الدباب يقول لك خاطر الخصاصة لازلته باش يسرق السرقة سرقة أي أما 15 عام ويقوم بعملية كما هذه ولا اش ما تستنى ثم سبب ثم أسباب وما نشرعوش بالطبيعة كل حاجة بقى إن شاء الله في قادم الأيام على الأقل الفليسات يرجعوا فهمني ولا ما نحبوش العقاب للطفل نعتبرها غلطة حياته كما تكون ريحة التوبة كما يقول ريحة التوبة فوالا.